بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عندنا لكم اليوم هاد الفيرما هادي جات على الكودرون نواحي اقليم ولاد حمدان. فيرما اعزائي المشاهدين، المساحه الواجهه ديالها هي هادي، من هنا حتى لهي. نكمل لكم الواجهه كامله كما كتشوفوا الكودرون الضو المدلونيط فيها البير الراس، الجامع لاصق ليها. كاين المساحه ملي غنطلعوا ان شاء الله فوق السطح وغنوريكم المساحه كامله ديال هاد الفيرما هادي. غنخلي لكم المساحه مكتوبه بالضبط شحال، 10 الخدامه هكتار تقريبا. عندنا الباب الكراج من هنا كيدخلنا الجرده كبيره ديال هاد الدويره، فيها تعاونيه هي هادي على الطريق، هادي تعاونيه كانت خدامه. هنا لاصقه ليها المطحانه، هادي المطحانه. ندخلو نشوفوها من الداخل. هاد البني راه بالحجر، سقفه كانت خدامه صافي لونطون. هادي هي المطحانه. فيرما اعزائي المشاهدين فيها هكتار تقريبا، ونعطيكم نخلي لكم بالضبط المساحه في الديسكريبسيون، ومكتوبه غتكون مكتوبه عندكم في الفيديو ان شاء الله. المدخل هو هذا كما كتشوفوا. غنمشيو نطلو شويه على التعاونيه هي هذه. هذه الفيرما هذه خاصه الاصلاح، انا عامره محطوط فيها شي دوزان. تعاونيه فوالا، على بركه الله غندخلوا نشوفوا الفيرما والدار. كاين عندنا كور قديم وكور جديد، يلاه بنو كور هي الدار، يعني دار قديمه ودار جديده على بركه الله. بسم الله، تفضلوا معنا. الدخله زوينه كما كتشوفوا، انا عطله الكرم حامض العنب البني كما كتشوفوا بالحجر، يعني صحي. هذا هو القور الاول، كاين مورا المطحانه. غندخلو حتى هو نديرو عليه طليله. وكاين تما حداه الكواره، وعندنا كواره من الجهه اليمنى. هذه هي الدار الجديده، غندخلو لها من بعد. غنديرو دويره الجنب ديال هاد الدار هذه باش تشوفوا المساحه. المساحه الاجماليه غنشوفوها من السطح ان شاء الله. هنا هاد البارتي هذه داخله حتى هي في هاد الكتار هذا تقريبا. عندنا هنا على الجهه اليمنى كاين كويره، بالنسبه للاصلاح ضروري منه. الناس اللي عندهم الخاطر باغيين يصلحوا يعني شي حاجه لي تقليديه خاصها شويه لي غوتوش. هنا تبارك الله الحجر موجود. هنا عندنا الكوار ديال الابقار والمواشي، غنشوفوهم من الفوق. غندخل دابا نشوفو على اليمن هاد الدار القديمه بالكوار ديالها، والمساحه نعطيو لكم المساحه ديال الارض التتمه ديالها الجانب الايسر على الدخله ديالنا للفيرما. ديما الجهه اليسرى ديال الفيرما كندخلو ليها من هنا كنلقاو كوري. نسقف مزيان هاد الكوري ديال الاغنام. هنا كاين لي زيكوري، هذا هو الكور القديم اللي قدامه المطحنه كما كتشوفوا. غنطلعوا فوق شويه ثاني فوق هاد المطحنه باش نوريكم. هنا الكوري الثاني، الكوري الاول دخلنا منه، هذا الكوري الثاني. تبارك الله اللي باغي يدير سربية الماشية. والفيرما ديالنا جات على الكودرون. هذا الكوري الثالث الجانب. هنا كاين فين كيوردو البهيم والغنم، هاد البلاصة هادي مصايبة، هادشي تقليدي. هادي اللي كتبان لكم اللي هي مطفي، انا غنصور لكم من برا
في ديكور ديالها زوين صراحة. مرحبا بكم في القناة ديالكم الخاصة بالأراضي والفيرمات فاتي إيمو فيرم. هي هادي شو الديكور ديالها كيداير، جات تحت من الحيط ديال الكوري. هنا وسط الكور كما كنقولوا، عندنا هنا لي زيكوري هنا اخرين كوري اخر عريان. كاينه هاد الارض حتى هي داخله هاد المساحه هادي. كاين عندنا هنا الكرم، هاد لافاساد كامله على الكودرون اعزائي المشاهدين. الضو كما كتشوفوا البوطو ديال الضو هنا راه كاين تقريبا شي 15 كرمه شجره ديال الكرم. هاد الحيط هاد البلاصه داير بها الحيط، ومازال كاين الارض الهيه من غنطلع دابا غنوريها لكم التتمه ديال هاد المساحه. الجامع ما داخلش، وتوغ ديالو واحد بدو متر تقريبا ما داخلاش لهاد المساحه هادي ديال هاد الفيرما اللي باغا تتباع. بقاو معايا غنطلعو دابا فوق المطحانه غنوريكم السكنه الاولى قديمه. هنا كاينه مطفي، هذه مطحانه هنايا هي اللي صورنا لكم من برا الدروج ديال فوق المطحانه. هنا هذا هو الكور الاول، فيه هنا تقريبا دو شومبر بني بالعود بالحجر عفوا. كاينه كرمه هنا وسط الدار كما كتشوفوا من بعد الاصلاح. كنتخيلوا هاد الفيرما هادي من بعد الاصلاح ملي غتولي شي حاجه زوينه. فوري شو هيستوسي عندنا برحد ضروري اصلاح. نطلعوا على بركه الله نشوفوا من الفوق نوريكم الجوانب. هادو هما الدروج اللي فوق البطحانه باش تنساوش تواصلوا معنا عبر الواتساب. هات حنا طلعنا للسطح كاين واحد البيت، هادي فوق المطحانه اعزائي المشاهدين. غنوريكم دابا الدخله اللي دخلنا منها فيها الدالية ديال العنب والكرم اللي كامل السطح هي هادي. دخلنا هنا ودرنا اكوش، صورنا لكم هاد البارتي هادي اللي على اليسار ديال الدخله ديال الفيرما. كاينه هذيك الارض اللي هي كامله، انا غنبعث لكم الحدود دابا شويه. عندنا هذا هو السطح، هنا راه كنطل على الشارع. هذا واحد البيت تقليدي فوق البطحانه، وهذا عندي واحد جوج شرايج ماس كبير هذا البيت. هذا هنا كنشوف الكودرون. دابا غنصور لكم الجهه اليسرى ديال الدخله ديال الباب. كاين عندنا هاد الفصاد هادي لاصقه للجامع من الحدود على بركه الله من الجهه اليسرى ديال الفيرما كما كتشوف راه جات على الكودرون. عندنا هاد المساحه كامله اللي فيها شجر الكرم اللي دايره بهاد السور هذا ديال الحجر. عندنا الجامع بعيد منه بشي 2 متر لونتوراج ديالو 2 متر. كاين واحد البير تابع للجامع دونك، وكنتبعوا هاد السور ولكن كنطلعوا على قد داك الحصان اللي كاين لهي كيبان لكم، وكنمشيو على قد الستاره الفوق كنطلعوا ثاني ديما مع الستاره. يعني المساحه كامله اللي كنعت لكم دابا داخله مع هاد الفيرما هادي جايه حتى لهنا على قد هاد الزيتونات هادو جايه. اللي بغى يولي يريب هاد البارتي هادي ديال الحيط هذيك القنطه يعني ديك الزاويه غادي تولي عندك لاكسي البارتي الاخرى ديال الفيرما اللي باقه. كما كشفنا هنا لي زيكوري ها هما، كاين هذيك البارتي ديال الكوار اللي شفنا على اليمين المره الاولى. هذه الدويره الجديده، هذه الدويره القديمه اللي شحنا فيها دابا مع المطحنه ديالها. دابا غنتقلوا بكم الجهه اليمنى على الدخله ديال الفيرما اللي دخلنا ليها دابا. هذه الدخله كاينه التعاونيه هنا
في هاد الواجهه هنايا ديال الفيرما، غندخلو نشوفو هاد الدار ونوريكم السطح المساحه اليمنى الجهه اليمنى. ها هي لونطري دخلنا معاها، انا دخله زوينه، شجر الرمان، عندنا الداري ديال العنوس تبارك الله كتعطي. بسم الله ندخلوا للدار، الدار زوينه بارده ديال بنيه الحجر مسقفه كما كتشوفوا. عندنا هنا صالون على الجهه اليسرى بالشراجم ديالو، هنا دو الاصلاح ديال الدوش، كندور كاين واحد الضوايه وسط الدار، يعني الدار في صاله صراحه زوينه. عندنا هنا شومبر، شومبر الاولى، شومبر الثانيه ديما بالشرم، ها وسط المراه هو هذا. عندنا واحد المقيعد هنايا ديال الضوايه اللي هضرت لكم عليها، ممكن بعد الاصلاحات ديال الزاج تما، ضوايه زوينه مسدينا بالحجر. عندنا شومبر اخر هنا، يمكن عندنا نافذه هنا وممكن تفتح نافذه اخرى هنا. هذه دوش اخرى، هنا كوزينه، من هنا كنخرجوا للجرده ديال هاد البارتي الثانيه، غنطلع نوريكم السطح. كوزينه راه مازال ما كملاش في الاصلاح كما كتشوفوا هنا، هاد البارتي ديال الجريده عاوتاني ديال هاد الكور الجديد ديال الدار الجديده. عندنا كرم، هادي مطفي، تما الكوار ديال البقر والغنم ديال المواشي. هنا كما كتشوفوا اشجار الزيتون حجم كبير مع الكرم حتى هو. ها لاكسي لباب الكراج الكبير، عندنا لاكسي لهاد الدويره الجديده من هنا، يعني اتساع تبارك الله. دابا غنطلعو السطح باش نوريكم السطح من الفوق، ونوريكم هاد المساحة الجهة اليمنى على دخلة الفيرما منين دخلنا الجهة اليمنى ديالها. هنا هاد الفيرما هادي المساحة ديالها فيها جوج ديور، وحدة قديمة وحدة جديدة. هذا هو السطح ديال هادي، هادي هي الضواية ديال الدار الثانية، هادي هي الضواية كما كتشوفوا، السطح هو هذا. المطحانة هنا كاينه التعاونيه ديال الحليب لاصقه لهاد الدار هذه اللي صورنا الثانيه. نعاود نوريكم المدخل من فوق، من هنا المدخل، من هنا على بركه الله غنوريكم تتمة ديال الارض ديال المساحه ديال هاد الفيرما من الجهه اليمنى الحدود. عندنا الكراج هنايا كما كتشوفوا، الكراج راه على الكودرون، الدخله ديال الكراج الحدود من هنايا، الداخله فيها هاد الكوارث اللي كيبانو ليكم ومسقفينش. وعندنا مساحه نقطعوا واحد البيست تقريبا ديال 10 الامتار، غنلقاو مساحه تتمه المساحه ديال الارض اللي تابعه لهاد الفيرما على كود الكرياج، على ديك كود ديك الستاره، ودايره ودايره وهابطه حتى البيست كما كتلاحظوا معايا حداكم. السكان منطقة جميلة جدا، ناس اللي عمرها دار جيتهم منكم الكودرون، يعني اللي عنده شي بروجي وبغى يصلح وعجبوه كيعجبو هاد تبارك الله البني بهاد الحجر الحالي، مرحبا بكم في اقليم دكانات. وصلوا معنا على رقم 0653070490، غنخلي لكم الثمن ديال هاد الفيرما في الديسكريبسيون، ومبقى لي دابا غي نقول لكم بقاو معنا. أخي المولاد حمدان كنقول لكم أعزائي المشاهدين تحية طيبة لكم، إلى اللقاء فرصة قادمة حول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.